السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية لأهمية موضوع مكافحة الفروة. دروس نخصصها حول هذا الموضوع. مكافحة الفروة تعتبر من أهم الإجراءات التي يجب على أخونا النحال اتخاذها في بداية الربيع، هذا التوقيت الذي نحن الآن فيه. سيكون لنا حديث في هذه المحاضرة حول مكافحة الفروة بالمواد الطبيعية أو بالمواد العضوية. مكافحة الفروة بالمواد العضوية مثل الفورميك أسيد والأوكزاليك وحمض اللاكتيك وغيرها من الأحماض التي نستطيع الحصول عليها ونستخدمها بسهولة ويسر. هذه الأحماض لها ميزة أنها لا تترك بقايا في العسل ولا في الشمع ولا في منتجات الخلية. هذه الأحماض تستخدم ضمن شروط محددة، هذه الأحماض تستخدم ضمن ضوابط وقائية للأخ النحال أولا ثم النحل، لها درجات محددة يتم استخدامها خلالها. لا نطيل عليكم، سيكون الحديث للأستاذ الفاضل الأستاذ أبو مازن الأهنومي من اليمن، فكونوا معنا. بالنسبة للفروة كافح الفروة في كل وقت، حرب الفروة لا تنتهي، لازم تكافح الفروة في أي وقت، في حضنة أو ما في حش ما فيش حضنة. اللهم إني تختلف المادة اللي بتستخدمها في المكافحة. إذا كنت بتستخدم المساطر استخدمها المساطر سواء في وجود حضنة أو في عدم وجود حضنة، تقدر تستخدم المساطر الكيماوية، ولكن احذر أن تكون الخلايا تحت أشعة الشمس المباشرة، وأيضا احذر أنك تجيب تعطي النحل مقدار من المسطرة أكبر من حاجته، بعض الأحيان تزيد الجرعة فترى النحل يموت، وخصوصا إذا كان هناك درجة حرارة مرتفعة وكانت الخلايا تحت الشمس المباشرة ودرجة الدنيا حر. بالنسبة لهذا بالنسبة للمساطر. بالنسبة للفورميك، الفورميك إذا أنت تعرف تستخدم الفورميك أسيد، هذا أيضا تقدر تكافح في أوج وجود الحضنة، يعني حتى لو كانت الحضنة كثير جدا في الخلية كافح به الفورميك، كافح به لأنه يقضي على الفروة اللي على ظهور النحل البالغ والذي في الحضنة. أيوة، هو إيش باقي؟ باقي طبعا الفروة الفورميك الأسيد إذا أنت تستخدمه لا تستخدمه في درجة حرارة على أعلى من 28، خطير على النحل. ولا تستخدمه في درجة حرارة أقل من 18، لأن استخدامه خسارة، ما بيتبخرش في درجات الحرارة في البرود في البرد، فبتخسر فورميك بدون ما ينفع. لكن استخدمه بين درجة حرارة من 18 إلى 28، يعني المثالي من فوق 20 إلى 28. طيب هذا بوجود الحضنة. طيب ما هو الحاجة الذي ممكن تكافح بها لكن عندما تكون الحضنة في أدنى مستوياتها؟ الأوكزاليك. إذا أنت بس تستخدم الأوكزاليك تنقيط، تجيب لتر محلول سكري وتذوب فيه 35 جرام من الأوكزاليك وتقطر بين الإطارات، كل إطارين بينهن فراغ، الفراغ هذا قطر بينه 5 ملي في كل من الخليط هذا، 5 ملي في كل شارع نحلي أو في كل فراغ بين إطارين. هذا تستخدمه مرة واحدة في السنة في أي وقت، سواء كانت درجة الحرارة عالية درجات الحرارة منخفضة، أهم شيء تكون الحضنة في أقل مستوياتها، يعني ما تكونش الحضنة كثيرة. الأوكزاليك بالتبخير تقدر تستخدمه في أي وقت، معك حضنة ولا ما معك حضنة.
اللاكتيك أسيد كذلك تقدر تستخدمه بتركيز 15%، الرش على النحل وفي أي وقت سواء كانت درجة الحرارة مرتفعة أو درجة الحرارة منخفضة، تكافئ سواء فيها حضنة أو ما فيش حضنة. الفروة عدو لا ينام وأنت لا ترقد عنها، كافح في أي وقت وفي أي ظرف، طبعا كل وقت له الطريقة المناسبة له. وخذوها مني أأمن وسيلة لمكافحة الفاروة هو اللاكتيك أسيد، إذا استطعت تستخدمه بالطريقة الصحيحة، تخففه إلى تركيز 15% وترش النحل، لا يضر النحل ولا النحال، لا يضر النحل ولا النحال في أي وقت، معك حضنة مش معك حضنة في أي وقت، حمض اللاكتيك تقدر تستخدمه في مكافحة الفاروة، ممتاز جدا، يعطي نتيجة لا بأس بها وما فيش ضرر لا على النحل ولا عليك أنت كنحال. أما بقية الأحماض تحتاج إلى احتياطات، إذا كنت بتستخدم الفورميك تحتاج تحمي أيديك من الأسيد، من الحمض، لأنه حمض. كذلك تكون تستخدم كمامة عادية من الكمامات الطبية هذه العادية من أجل الأبخرة اللي بتتصاعد من الفورميك، مؤذية للإنسان، فحاول أنك ما تكونش تستنشقها. هكذا يعني تحمي أيديك، تحمي يديك وتحمي نخرورتك أو نخرتك أو أنفك يعني تحمي رئتيك من استنشاق أبخرة الفورميك بشكل كبير. وهذا يعني ممكن بجونتي طبي وكمامة طبية بسيطة. الأوكزاليك أسيد إذا أنت بس تستخدمه بالتقطير، التقطير هناك فيه مذهبين، المذهب الأول يقول التقطير يستخدم لمرة واحدة وفي أدنى مستويات الحضنة، والمذهب الثاني يقول استخدم التقطير في أكثر من مرة ولا في أي ضرر، عادي ممكن تستخدم على النحل أكثر من مرة، يعني استخدمتها الشهر هذا ممكن الشهر الثاني استخدم بنفس التقطير. بينما المذهب الأول يقول لا، إذا كانت الحضنة في أدنى مستويات تستخدم التقطير مرة واحدة. التقطير هو إذابة 35 جرام من الأوكزاليك النقي على لتر من المحلول السكري، وتقطير 5 ملي في كل شارع نحلي بين كل إطارين، فراغ في كل فراغ بين الإطارين تقطر بسرنجة 5 ملي من الخليط. هذا تحتاج انك تحمي نفسك بالجواندي مثل ما قلنا لك، وبكمامة عادية بسيطة. اما اذا استخدمت الاوكزاليك بالتبخير سواء بجهاز الفوقر او بجهاز السبلوميكس، عليك ان تحمي نفسك ورئتيك وجسمك من دخان الاوكزاليك كمامة متخصصة ضد غازات المواد العضوية، ضد غازات الفورميك وضد غازات غاز الأوكزاليك، يعني غازات الأوكزالات بالذات، لأنه أمره مش بسيط، أمره خطير، يسبب الفشل الكلوي. لكن التدخين بالأوكزاليك تقدر تستخدم صيفا وشتاء، ليلا ونهارا، برا بحرا جوا، تستخدمه في أي وقت ويكافح بشكل مرضي جدا، يكافح الفاروة، لكن مع الاحتياطات.